الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تعالى ربنا الملك الجليل وحاشا أن يكون له عديل هو الملك الجليل وكل شيء سواه فهو محتقر ذليل وما من ملجأ إلا إليه وإن سبيله لهو السبيل وإن له لمن ليس يحصى وكل بلائه حسن جميل وكل مفوه أثنى عليه ليبلغه فمنحسر كليل أيا من قد تهاون بالمنايا ومن قد غره الأمل الطويل تمهل إنما الدنيا غرور وإن مقامنا فيها قليل إذا أشرقت شمس التوحيد على النفوس وأشرقت في الأرواح سافرت الأرواح إلى في طلب من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتجد القلب يتنقل في منازل العبودية متنقلا من منزلة إلى منزلة حتى يحط رحاله عند ربه تبارك وتعالى ولم تزل طوالع الآيات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكره إذا غفل وتنبهه إذا نسي وتوقظه إذا رقد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أخرج الترمذي في سننه من حديث ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف في خالد الترمذي في سنن في مسند الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك وفي لفظ مجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وهذا حديث عظيم كما يقول أئمة الإسلام اجتمع فيه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وكليات هذا الدين العظيم الشيء الكثير بل إن بعض العلماء كان يتحسر على من لم يعرف معاني هذا الحديث العظيم ما معنى احفظ الله يحفظك وكيف يكرر انظر إلى هذه الكرامة أن يجعلك الله حافظا لدينه احفظ الله وكيف يستطيع الإنسان أن يحفظ الله كيف
بحفظ أوامره ونواهيه. How can we protect Allah subhanahu wa ta'ala? تحفظ الله سبحانه وتعالى بحفظ أوامره واجتناب نواهيه. احفظ الله يحفظك، فالجزاء من جنس العمل. فلا يراك الله سبحانه وتعالى حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك، لأن بالأمر والنهي تكون العبودية لله سبحانه وتعالى. وما معنى أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى؟ ما معنى هذا؟ أن يكون لك سيد آمن. ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي أحاديث كثيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الآن راع هذا الحفظ. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والله تعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه حفظت أو ضمنت له الجنة. كل هذا متعلق بالأمر والنهي. إيش ما معنى هذه الحياة الدنيا التي تعيشها وأنت تتعرض لمساخط الله يوميا؟ ما معنى أن تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة وأكلك حرام ومطعمك حرام وغير العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء والتعرض للأموال الربوية والبيوع المحرمة، ثم تقول لماذا لم يستجب لي؟ أما يستجاب له كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير لما زعم الناس حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت آية الامتحان. كل يقول، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تطيق لهم بذاك، كل يقول أنا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو حلفت على مصاحف الدنيا ولم تتبع صلى الله عليه وسلم في سننه وأوامره لست محبا له. ما معنى أن يقول لك مثلا رئيس الشركة افعل هذا ويصدر لك الأمر وأنت عنده موظف وأنت لا تفعل، ولا تقول والله أنا أحبك أيها المدير، أنا أحبك أيها الرئيس، هل سيلتفت لهذا الحب أم يرى أنه نوع من العبث؟ فنفس القصة مع أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأعظم ما يحافظ عليه العبد الصالح والعبد المسلم والأمة المسلمة هو التوحيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الكلمة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل وقامت سوق الجنة والنار وتمايز الناس بين شقي وسعيد ومؤمن وكافر بهذه الكلمة لا إله إلا الله. كم من ناطق لهذه الكلمة وهو يقدح فيها ليل نهار فيسأل، وهذا بين صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، فيسأل غير الله أمورا لا يقدر عليها إلا الله. إن مسه الضر سأل الولي الصالح، يا ولي اشفني. ذهب إلى القبر، زار الزيارة غير الشرعية للقبور، يطوف حول الأضرحة، يتهاون في مثل هذا الأصل العظيم، ثم يأتي يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا شيء جعلناه هباء منثورا. إذا ضاع هذا الأصل، ولهذا أنت الله تعالى أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى إلا في أمر واحد الله تعالى لا يغفره. لماذا؟ لأن كل ما هو حولك يدلك على أن الله واحد أحد. فالمشرك الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى هو مناقض لفطرته وعقيدته وكل العالم الذي حوله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فليست بالضرورة أن تسجد لصنم كما كان يفعل كفار قريش للات والعزة ومنات، لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ب5 ليال يقول لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك،
فإني أنهاكم عن ذلك. كلام عربي مبين لا يحتمل التأويل. انظر حال العالم الإسلامي، إحصائية قريبة قرأتها، أكثر من 20,000 ضريح في العالم الإسلامي يعبد من دون الله. ثم نقول لماذا المسلمون متخلفون؟ لماذا هم؟ لأنهم لم يعرفوا الذي به عزتهم. كلما ازددت عبودية لله، كلما يسر الله تعالى لك. ومن تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده رضي الله تعالى عنهم، ما كان عندهم عداد ولا عدة، ولكن الله تعالى كان يمكنهم وينصرهم بأقل شيء. لماذا؟ لصدق العبودية مع الله سبحانه وتعالى. نعم، الأخذ بالأسباب المادية مطلوب، لكن لا تأخذ الأسباب المادية وتغفل السبب العظيم الذي أوجدك الله تعالى من أجله. وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ودلالة الرزق هنا أيضا في آية العنكبوت، فابتغوا عند الله الرزق. لأنك حينما تتأمل، كثير من الناس حينما يدخل في هذا الأمور التي يعني تعارض مسألة التوحيد ومسألة هذه الكلمة وشروطها وأركانها، متعلقة بالرزق، يقول لا يقطعون علي راتبي، يقطعون علي رزقي، لو فعلت الشهادة سأتضرر. فالله تعالى يقول لك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا تخشى شيئا. ولهذا الله يقول فابتغوا عند الله الرزق، الذي خلقك ورزقك وشق سمعك وبصرك متكفر لك سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك. إذا حفظت حدود الله وأوامره ونواهيه سيحفظك الله سبحانه وتعالى. كيف يحفظك الله سبحانه وتعالى؟ بأمرين: أن يحفظ عليك دينك، لأن من أعظم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، لا فوز الكرة والمسابقات والتوافه التي أشغلت الآن العالم الإسلامي. الفوز الحقيقي من زحزح عن النار وأدخل الجنة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يحفظ الله تعالى الكثير. طب أنت الآن لما تتأمل واقع المسلمين الآن، إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فاعرف منزلته عندك إذا خلوت. في سنن ابن ماجه حديث رهيب، ينبغي لكل مسلم أن يستمعه وأن ينقله إلى من ورائه. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي بحسنات كجبال تهامة تبيض، فيجعلها الله تعالى هباء منثورا. يعني كل هذا العمل الذي يعملوه يصبح هباء منثورا، أعوذ بالله من الخسارة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، ما هؤلاء الناس حتى نحذر؟ قال: أما إنهم منكم، من هذه الأمة، ويأخذون من الليل كما تأخذون. يعني حين ممكن يصلي الليل، يصلي الوتر، ما الذي أوبقهم؟ ما الذي حل بهم من هذا الخسار والبوار؟ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا لم يجد رقيبا من الناس بارز الله بالمعاصي، يبارز الله بالمعاصي وكأن الله أهون الناظرين إليه. ولو كان عنده في الغرفة أو في المكتب طفل صغير رضيع لا يعقل شيء، ما جرى أن يعصي الله سبحانه وتعالى. حتى جاء في البخاري وغيره يعني: ليخشى الله تعالى أحدكم كما يتقي صالح قومه. لو وجدت أنت رجل من قومك رجل ذو فضل، كيف ستكون أخلاقك أمامه؟ سبحان الله. يعني نسأل الله أن وما قدر الله حق قدره، نسأل الله أن يعظم توحيده وأسماءه وصفاته في قلوبنا. لأنه كل الناس ما هم الناس، كل الذي فوق التراب تراب. رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، الذي المؤيد بالوحي المؤيد عليه الصلاة والسلام، كان يعني شوف أنت لما كان صلى الله عليه وسلم يكثر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان في سجوده: يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. أنت لما تسأل الله سبحانه وتعالى وتعرف إيش اهتماماتك، انظر دعاء يعني كترمومتر، يعني كمقياس، إذا أردت أن تقيس أعمالك، إذا كان أكثر دعائك: اللهم يستر لي الصفقة الفلانية،
ويسر أمر شركتي ويسر أمر تجارتي ويسر كل أمورك في الدنيا. الله تعالى يحب أن عباده يسألوه. لكن طيب أين دعاءك في الآخرة؟ أن الله تعالى ينجيك من عذاب الجحيم، والله يجعلك من أهل الصراط المستقيم. فبقدر اهتمامك في الشيء يكون دعاؤك له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا بحديث ابن عمر في الصحيحين، لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه ابن عمر وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لماذا نحتاج مثل هذه المواعظ؟ لأن المسلمين أحيانا في الغرب لكثرة الحياة المادية ولكثرة اختلاط بالناس، الاختلاف أعراقهم تقسى القلوب. لأن من أمراض الغربة ألف المعصية. أول ما جيت أنت البلد هذا تشوف معصية تستغفر الله ولا تستطيع. بعدين خلاص كثر المساس يقل الإحساس، ممكن بعدين ما عندك أي مشكلة. لكن احذر، إذا صار ما عندك مشكلة ووجدت واحد بعدين يستنكر هذا الشيء لا تنكر عليه، بل التمس لينا لقلبك، التمس لينا لقلبك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. لأن الغريب لا يستوطن دار الغربة، وعابر السبيل مستحيل أن يطمئن إلا لموطنه الأول الذي خرج منه أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، الجنة. فالجنة تريد عمل، الجنة ليست فقط يعني بالتمني ولا الإيمان، قول وعمل يعني يزيد بالطاعة، وهو اعتقاد أيضا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. سأعطيكم نماذج بسيطة من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحكم الثاني أن يحفظ الله عز وجل من الشهوات والشبهات، وهذا ستجدها ليس فقط في نفسك، حتى في أولادك. شوف الله تعالى يقول: وكان أبوهما صالحا، قصة الخضر مع موسى، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، لما أبنى الجدار للغلامين اليتيمين. بعض الروايات تقول أنه كان سابع جد. فبصلاحه وبحفظه لأوامر ربه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم حفظ الله تعالى له ذريته. فالصلاح ترى أمر لا تحسب أنه قاصر عليه، كل من حولك سيكون سعيدا، سيكون والله تعالى يسر لهم أمورهم. ولا تقول دعوت، لما كم من مصائب يعني أنجاك الله منها وحوادث أنجاك الله تعالى منها بسبب دعوة. ليس بالضرورة أن تشاهد الدعاء أنت اللهم ارزقني تجد مليون باوند أمامك ثم تقول الله ما رزقني والله ما وفقني، هذا غير صحيح. كم من الشر صرفها الله تعالى عنك بسبب دعائك، ولو لم تدعو الله سبحانه وتعالى ما أعطاك ولا كفاك. أليس الله بكاف عبده؟ الحفظ الثاني أن يحفظ الله تعالى عليك دنياك، يحفظ مالك، يحفظ بيتك، يحفظ أهلك، ستكون بمعية الله سبحانه وتعالى. ولتكون الصورة واضحة وقريبة، لما تتأمل أنت، لما يأتيك المسؤول الأول في البلد يقول: أنا متكفل بحمايتك وحفظك، كيف ستمشي وأنت بقمة الأمان؟ فكيف لو كان هذا حفظ ملك الملوك ولله المثل الأعلى؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبو عبد الله الطبري رجل جاوز 100 سنة، فمرة وهو يمشي وثبة شديدة لا يثبها رجل بلغ هذا السن، فلما سألوه قال وأجاب إجابة جميلة، قال: تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله تعالى علينا في الكبر. فالذي يستخدم مثل هذه الجوارح على طاعة الله ويمشي وينشأ على هذه الطاعة حتى تنتهي هذه الحياة على خير،
مهما طال العمر فلا بد أن تفارق. يعني كم يعني how many generation before us يعني كم من الأجيال قبلنا عاشوا ويعني إذا كانوا على غير هدى ولا أنتم لما ترون الآن بعض يعني الكفرة مثلا لم ينعم الله تعالى عليه نعمة الهداية طول عمره يسعى في متعة الجسد ثم يكبر ثم يموت ثم يعني فلماذا المسلم يرضى بالدون ويرضى وهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان أن الواحد يعني تضره هذه الحياة الدنيا الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لماذا سماها زهرة؟ لأن الزهر بألوانه يخطف القلب وهكذا الدنيا والزهر من أسرع النباتات موتا لا يستمر لا يستمر قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وهذا برهان عظيم ودليل عظيم أن المؤمن إذا توجه إلى ربه سبحانه وتعالى فإن الله تعالى سيتكفل بإجابته والذي يتدبر القرآن كل الآيات التي سألها الناس سألها الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن مجيبا عليها مثال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن المحيط قل هو أذى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير لكن لما جاء الأمر إلى التوحيد وإذا سألك عبادي عني ما قال قل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الفرق الذي بيننا وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو سرعة الاستجابة بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وكلما وهذه بشرى لنا يعني الذين يعيشون في مجتمعات إسلامية ممكن محاضرة قد لا يكون لهم من الأجر مثل أجور الصالحين في بلاد الغربة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال طوبى للغرباء وجاء في بعض الروايات هم أناس صالحون بين أناس لا يشاكلونهم بالصلاح وكما قال لأن كل شيء يدعوك للفتنة فلما تكون أنت ثابت فهذا دليل على صدق الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم قال ما أخرجكما قال خرجنا الجوع يا رسول الله شوف سيد ولد آدم وخيار الصحابة يخرجون بسبب الجوع وكثير من المسلمين عندها أنواع الأكل والشراب ويقول أنا مليت أنا ما أستطيع أنا أريد أكل آخر أنا ولا يفكر بأمور لأن المشكلة ليست القضية ليست في الجسد القضية هي في القلب وفي الروح وفي الإيمان فخرج صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى أحد الصحابة الكرام من الأنصار واسمه الهيثم بن التيهان رضي الله تعالى عنه كان رجلا عنده شاء كثير ونخل وغرس ولما ذهبوا إلى زوجته رضي الله تعالى عنها قالت خرج يستعذب لنا الماء راح يجيب لهم ماء راح يجيب ماء لبيته فلما جاء ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم التزمه وبدأ يفديه بأبيه وأمه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ثم قال من أكرم منا أضيافا يا رسول الله فلما ذهبوا قدم لهم باختصار قدم لهم عبقا من النخل قنو من النخل وفيه تمر وفيه فقال اختر لنا يا الهيثم فقال اختر أنت يا رسول الله لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قال ماء بارد وظل بارد ورطب طيب إن هذا لمن النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة هذا من النعيم اللهم وزعنا شكر نعمك بعدها خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال للهيثم وسيأتي موضع الشاهد قال هل لك خادم يعني عمل عليك كثير وعندك أكثر من حقل وعندك نخل وعندك قال لا يا رسول الله قال أتني غدا لعله يأتينا شيء من البحرين أعبد فلما جاء من غد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك اثنين من الخدم فقال اختر خادما فقال اختر لي يا رسول الله شوف أدب الصحابة ما يختار ولا يتقدمون بين أيدي النبي صلى الله عليه وسلم
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. فقال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. أخذ الخادم ذهب إلى زوجته رضي الله عنها قالت ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي خذ هذا واستوصي به خيرا. قالت له وهذا الشاهد ما أنت ببالغ وصاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلا أن تعتقه. قال هو عتيق لوجه الله. طب هو ليش جايبه أصلا؟ هو أتى به حتى يخدمه، لكن لما قال له صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا، طب هو ممكن يعطيه يطعمه يساعده ما يشق عليه بالعمل، وهذه من الوصاة في الخير. لكن إيش سقف الطاعة؟ إيش أفضل شيء في الوصاة؟ أن يكون حرا، هو حر لوجه الله. الصحابة كانوا يبذلون أموالهم، ولهذا كان في 10 سنوات يعني أسقطوا إمبراطوريتين، وهم ناس يعني كانوا على قبل البعثة ولا شيء، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي على الإيمان والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وسؤال الناس عادة، أنت لو سألت الناس، إذا سألت ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله؟ الناس لو سألتهم هم إحدى أمرين، إما أن يكون اللي يعطيك تسأل الرجل يعطيك، وإن أعطاك قليل منهم لا يمن، وإن لم يمن لك صراحة من بفعل. قبل كان يرد عليك قبل ما يعطيك، لكن بعد ما أعطاك صار ما يرد عليك التليفون ولا يرد على رسائلك ولا يرد. طبيعة البشر. ولهذا بالغنى اليأس مما في أيدي الناس، اليأس مما في أيدي الناس. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وإما لا يعطيك، وإذا لم يعطيك لا يخلو الأمر أنك أرقت ماء وجهك عند رجل أو عند أحد لا يقدر لك هذا الشيء. من هذا الأمر لما تقول اسأل إذا فسأل الله، النبي صلى الله عليه وسلم قبيصة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل حمالة، كان يصلح بين قبيلتين، كان يصلح ذات بين، تحمل دية، تحمل كفالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنها تحل له حتى يجد حتى يتحمل هذه الحمالة ثم يمسك. ورجل أصابت أمواله جائحة فاجتاحت ماله حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى قال ثلاثة من أهل الحجة من قومه، يعني ثلاث ناس فضلاء يزكون أن هذا الرجل أصابته فاقة وهو فعلا يحتاج إلى معونة. قال وما سوى ذلك هو سحت، كما قال صلى الله عليه وسلم، مثل الذين يحتلون أموال الصدقات أو يأكلون أموال الصدقات وهم لا يحتاجونها، فهم داخلون في هذا الحديث. أيضا وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. السؤال الله سبحانه وتعالى والاستعانة به سبحانه وتعالى هو بوابة للتوفيق، بوابة لأن الله سبحانه وتعالى يكفيك ما أهمه ويعطيك ما تتمنى، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الإيمان والعمل الصالح. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بئس العبد الذي لا يعرف ربه إلا في الرخاء، وهذا طبيعة الإنسان، لكن الإيمان يهذب النفوس. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعد أو قائمة، إذا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. إذا أصابته النعمة، إذا أصابته الخير، إذا أصابته بطل وأشر وصار مثل الثلاثة الذين امتحنهم الله سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، لما جاءهم وكان سألهم باختصار قال أريد أن يكون لي لون حسنا وجلد حسنا، والثاني قال أريد أن يكون لي شعر حسنا وأن يذهب هذا الذي قدر الناس به. فالمهم أعطى الأول ناقة عشراء، ثم أعطى الثاني بقرة حاملا، ثم أعطى الثالث شاة ولودة، ثم جاء ساعة الامتحان، ثم قال لهم وجاءهم في صورة الأول في صورة الأبرص حتى يذكره نعمة الله تعالى عليه، فقال له أنا مسكين تقطعت بي الحيال أو الحبال كما في الرواية الأخرى، قال عطني ناقة. والرواية تقول كان له مد يعني مد وادي يعني منتهى العين من الإبل، قال ناقة يا
يعني أتبلغ بها في سبيله. قال لا، الحقوق كثيرة ما أقدر. قال يا فلان كأني أعرف، ألم تكن أبرصا أعافاك الله ورزقك؟ قال مستحيل، هذا المال ورثته كابرا عن كابر، أنا ولدت في النعمة. فجاء الأقرع في نفس الجواب قال ولدته، وجاء الأعمى فقال يا فلان خذ ما شئت ودع ما شئت، لقد كنت أعمى فرد الله تعالى علي بصري، قال امسك عليك مالك فإن الله قد رضي عنك وسخط عن صاحبيك. فالذي يتعرف على الله في الرخاء يعرفه في الشدة، ومثل قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة قالوا والله لن ننجيكم إلا صالح أعمالكم، حديث الصحيحين حديث هريرة وغيره. أما الأول فقال إنه كانت لي بنت عم وأحببتها أشد ما يحب الرجال والنساء، وكان يراودها عن نفسها. في المرة الأخيرة أصابتها سنة فوافقت، فلما قعد منها مقعد الرجل من أهله قالت لو اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. مشهد، هذا المشهد الصالح حرك الحجر. الثاني قال إنه كان لي والدان وكان يعني لا يضبط قبلهما أحدا، ولما جاء مرة ولدهما نائمين في بره، باختصار ببره والديه، قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، عمل صالح يحرك الحصى. الثالث جاء أحدهم وقال أعطاه مال يتمول يعني يتاجر به له به، فغاب فمول ماله، فسبحان الله كثر مال هذا أنتجت بهيمة الأنعام أموال كثيرة. فلما جاء قال أعطني حقي، قال انظر كل ما تراه والي هو لك. قال لا تستهزئ بي، قال لا استهزئ بك. تقول الرواية فأخذه ولم يترك له شيئا، أمانة عظيمة. قال إن اللهم إن كنت فعلت هذا الشيء ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا معنى تعرف على الله الرخاء، يعرفك في الشدة. قال فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. السؤال لو كنت أنت بينهم الرابع، إيش العمل الذي يحرك الصخرة؟ لو كنت بين هؤلاء الثلاثة الذين حدثنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو العمل الذي ادخرته لمثل هذا العمل أن تسأل الله تعالى به؟ وهذا من سؤال الله الشرعي، أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح، هذا لا بأس به. فما هو العمل الذي تدخره لمثل هذه المواقف؟ حقيقة الكلام يطول، الحديث يطول وشرحه كذلك، لكن لن يغلب عسر اليسرين، وإن النصر مع الصبر، وإن انتظار الفرج عبادة، وكل محزون ومهموم ومغموم لا يحزن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمر المؤمن كله له خير إن أصابته، قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالعبد المؤمن في نفسه وولده وأهله وماله حتى يجعله على الأرض، يجعله يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم إنه لتكون الدرجة في الجنة للعبد الصالح لا يبلغها بعمله، جالس ما يعمل، لا يقوم ولا يزكي ولا يفعل الواجبات ولا النوافل، لكن الله تعالى أكرمه بمنزلة عالية في الجنة، فلئن لم يبلغها بعمله أكرمه الله ببلاء ويوفقه للصبر فيه والاحتساب حتى يبلغ هذه المنازل. ففقه البلاء ترى فقه عظيم، وكما أن لله تعالى عبودية في الرخاء وعبودية في الشدة. فاحفظوا الله سبحانه وتعالى يحفظكم، احفظ الله تعالى يحفظكم. ومن الأمور المهمة التي أوصي بها نفسي وإخواني في مثل هذه البلاد أن يعتزوا بإيمانهم، أن يعتزوا بدينهم بثقافتهم. يعني أنا أذكر مرة قرأت أحد رئيس أحد الشركات ستيف جوبز حق أبل قبل أن يموت كان يهوديا ثم صار بوذيا، فأصبح الناس يرسلون له مرة تهنئات في أعياد الميلاد وعياد، فكان يقول له أنا لا أحتفل، أنا ديانة البوذية تأمرني أن لا أحتفل إلا بشيء معين. إذا هذا انظر يعني مع شدة الداعي مثل هذا الأمر، ومع هذا تجده معتزا بدينه. لكن المسلم إلا من رحم الله من أضعف الناس
ويتأثر إلا من وفق الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين في الجاهلية، فقال إن الله تعالى قد أبدلكما بيومين خير منهما الفطر والأضحى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا تعالى لمراضيه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم يسر على المسلمين أمورهم، اللهم فرج عن المهمومين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأقم الصلاة.